انا دماغي هيزت. ازاي انا اقف خيا زي ده يا رمانة؟ ازاي انا خميسة فندينا بعد كل اللف اللي في الحياة ده اقف خيا زي دي؟ انا قلت البنت طبعا انا في قرشين وهنطلع بالمصلحة. انما برضو الخال يقول لي انا كده. ولا يهمك يا اخوي، خليه يروق حبه وبعد كده فهمه ورسيه على الحوار. وبعدين هو اكيد عارف انها حربايه وناويه على خراب. بيني وبينك لما سالني على حوار الشقه ده انا اتبرجلت. انا مهما قلت برضو انا عارف الخال استحاله هيشيل من مخه ان انا وهي اتقفل علينا باب واحد، مع اني والله العظيم ما لمستها ولا هلمسها في يوم من الايام. خميس يا بنت دي مقشفه، ما يغركيش الالوان. ده انا بحور عليها الحوار ده، كل ده عايز اوصل لمعلومه واحده. لكن طبعا الله اعلم هي قالت له ايه او قالت له ازاي، وهي لابساه زي الجنيه. خلاص اعمل له زار يا اخويا وطلعها منه. زار يا رمانه؟ ايه الروقان اللي انت فيه ده؟ انت في الكنافه. طب قولي انت ليه ما كنتش بترد عليا اليومين اللي فاتوا؟ انا ناقص بقى رمانه دلوقتي الكلام ده. خلاص يا اخويا انا ولا هزعلك ولا هعكنن عليك. يا ريت، عشان الليله دي مش باين لها الوان. طب ايه رايك بقى في اللي يقول لك خبر يخليك تفرح وتشيلني من على الارض وتطير بيا؟ طب ما انا كده كده بشيلك، ايه بقى الخبر الجديد؟ ايه اكتر حاجه تتمناها من ربنا؟ ما تخلص يا رمانة بقى، انا مش ناقص الغاز. مبروك يا خميس. الله يبارك فيك. على ايه؟ هتبقى اب. ايه يا اخيرا كرامة حامل. كرامة مين يا ابو كرامة؟ مش كرامة اللي حامل، انا اللي حامل. انت اللي حامل؟ يا نهار ازرق. يا نهار ازرق؟ طبعا. انت لازم أن ترجع سيد المعلمين وكبرهم، لازم تاخد مكانك المظبوط بينهم، المكان اللي تستحقه. خميس خلاص طمع، فتح بقه زي التربة، عنده استعداد يطحن عظم الكل ويرميه ويداريه في ترابون. وامه عايزة سيد الناس كلهم حتى لو كان على حساب اقرب الناس ليها. وانت قلتها قبل كده مش هتيجي اعز من اللي راح. وزي ما الخل بيشيل السخونيه من الجته تهبده الكف اللي ينسي اللحم من على عظمه، ومن بعيد لبعيد ومن غير ما حد يحس بيه، ساعتها تبقى دوست عليهم بالجزمة قبل ما حد يفكر يدوس عليك. احنا في خطر يا براد، وكل اللي عملناه هيضيع، وخميس هيركب الكل. انا كمان مش مطمن حق الكلام الباشا ده. الباشا دماغه مغسوله يا حاج. ده بيكلمني في حوار رمانه. خميس واكل عقله. عشان كده يا ابني لازم نتصرف وبسرعه كمان.
انت مش قلت ان بدران عنده سكه؟ ما هو خميس مش مقرب بدران منه اليومين دول، وبعدين بدران عاوز يلعب في فلوسه بس. احنا محتاجين عين شايفه افندينا ودايسه دخانيه. انا عندي فكره يا حاج، برقبه افندينا. فكره ايه دي يا اخويا؟ لا مؤاخذه يا معلم، في زياره المعليك بره. زيارة من مين يا؟ أنا معلم. أبو سنة؟ خميس كبر بزيادة يا معلم، وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. يا انت شايل منه قوي يا ابو سنة. ضربة الضنب موت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طبخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيئتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعض يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه، شرط ايه بقى يا معلم ابو سنة؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس نوح. استبينا؟ استبينا. تعال جنبي. يا معلم.